طيب نروح لخبر آخر، هو ألطف خبر معانا النهاردة. نروح حتة تانية بقى، أبو ضحكة جنان. النهاردة 15 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين، والملقب طبعا بأبو ضحكة جنان. إسماعيل ياسين من مواليد محافظة السويس، 15 نوفمبر 1912. طبعا خليني أقول لحضراتكم أنه انتقل للقاهرة، وكان أصلا هي قصة مشهورة جدا، كان أصلا بيبحث عن أنه يكون مطرب، ولكن بعد كده لقى نفسه أكثر في التمثيل. نقدر نقول أن إسماعيل ياسين مطرب، مونولوجيست، ممثل. الحقيقة أنه إسماعيل ياسين على الرغم من مرور كل هذا الوقت وهذه السنين، مازال هو سمعة، مازال هو أبو ضحكة جنان، مازال سلسلة الأفلام اللي بتيجي أي وقت كل الأجيال بتقعد تتفرج عليها. خلونا نروح نتابع هذا الفيلر أو التقرير السريع، ونرجع مرة تانية نتكلم عن أبو ضحكة جنان. حياة كل إنسان قصة تبتدي بالبكا في اللحظة اللي بيتولد فيها، وبعد كده بتكون مزيج من البكا والضحك، من الأمل والألم. إن بكيتوا دمعوا، وإن ضحكتوا كركعوا. اسمعوا اسمعوا. طلع في دماغي أغني مونولوج، وخدت سكس كبير خالص، وتعوضت من مأساة إلى حاجة سعيدة جدا. الفقر جميل وانا انسان، طول عمره الفقر مهنيني. هتقول ايه يا نيرون سمعنا، متعنا بخطبك متعنا. 20 مليون وزيادة كانوا عايشين هنا اموات، علشان حضرات السادة البهوات والبشوات. 20 مليون وزيادة. اللهم افقرني كمان، اللهم اغنى عدويني. وعملتها الست بديعة، وحلت فرقة التمثيل، وخرجنا من عندها ايد ورا وايد قدام. وكانت الرفدية دي فتحة خير علينا. انت كتبت عشرات الافلام، وانا مثلت برضو عشرات الافلام، وبعد كده انهالت عليا العروض. انت مكروب، انت وباء، انت تستحق تدفيش. العصايا سويش، العصايا فين العصايا؟ هو بعينه بغباوته وشكله العكر يا عسكري مخالي شل. وبعدين معاك بقى يا ابو سريه، ابو سريه حليب 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 حليب. عيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا، ناكل ارض ونشبع زن وقال علينا. يا عيني علينا، يا عيني علينا. قبل ما ناخد بس تليفون، احنا معانا بعض المعلومات في انفوجراف عن اسماعيل ياسين. خليها قدامنا على الشاشة، ونستقبل عبر الهاتف معانا أستاذ طارق الشناوي، الناقد الفني الكبير. أستاذ طارق أهلا بيك. أهلا نما، إزيك؟ إزي حضرتك؟ تمام الحمد لله. وحشتنا والله يا أستاذ طارق. عايز شيء جميل جدا إن تعمل فعلا فقرة عن هذا العبقري. أكتر واحد في تاريخنا قدم لنا الضحكة الصافية النقية اللي فيها روح الطفولة. وكم كبير جدا من الأعمال في السينما، وسواء وايضا في المونولوج. صحيح. يعني احنا بنحتفل ب 107 عاما على ميلادي. فده رقم كبير. غياب هو سنه 72، فبنتكلم على اكتر من 45 سنه غياب، لكن هذه سنوات الغياب تحولت الى حضور. ازاي استاذ طارق يعني اسماعيل ياسين هو اسماعيل ياسين مع تغير شكل الكوميديا؟ واعتقد ده شيء طبيعي ان الكوميديا بتتغير مع مرور الاجيال والازمنه، ولكن هو لسه اسماعيل ياسين بافلامه، بسلسله افلامه، بمختلف الاعمار اللي بتتفرج عليه لغايه دلوقتي. ده مظبوط، ومختلف الثقافات. يعني الطفل اللي كان بيضحك على اسماعيل ياسين في الاربعينيات غير بتاع الستينيات، غير اللي بيضحك عليه النهارده. صحيح. في الالفيه، في اخر الالفيه الثالثة. ورغم ذلك
واصل للناس وتحول الى ايقونه ضحك. يعني اسماعيل ياسين اسمه في حد ذاته مجرد انك تقول اسماعيل ياسين هتلاقي في حاله بهجه الناس حاسه بيها، فمعناها ان هو اصبح دلاله على السعاده، فهو لا يزال مصدر حقيقي لسعاده المصريين والعرب، لان ده اسماعيل ياسين عبر الحدود، ما كانش فقط كوميديان مصري، لا كوميديان عربي من الدرجه الاولى، العالم العربي كله كان يلهث وراء افلام اسماعيل ياسين. هل اسماعيل ياسين من الفنانين اللي ظلم؟ اتظلم في حياته طبعا بقوه يا عيني، اتظلم جدا. يعني اسماعيل ياسين عاش اخر يمكن تقدر تقولي 7 سنين من عمره وهو حاسس بالظلم، حاسس بالقهر، مكسور، حتى على المستوى الصحي اصيب بالامراض كمان، لان انت عارفه الانسان لا شعوريا لما بيفقد نجاحه او جزء من نجاحه بيفقد كمان المقاومه للامراض. فيعني اسماعيل ياسين فعلا تعذب كتير وما لم يجد من يحنوا عليه ويخرجوا من عصرته، بالرغم انه كان علاقته كويسه كده بريد جمال عبد الناصر بالمناسبه. لكن ما حدش خرج اسماعيل ياسين من المازق اللي عاشه والقفول اللي عاشه. هو طبعا يجب ان نعترف ان هو في جزء مسؤوليه اسماعيل ياسين. انت عارفه في كلمه تقول لك اذا لم تتجدد فتتبدد. اسماعيل ياسين في الستينيات لم يلاحظ انه في تغير سياسي واقتصادي واجتماعي كان يجب ان هو يعبر عنه بطريقه ادائه واختياره للموضوعات. اسماعيل لم يستوعب ده. ولم يستوعب ايضا ان هو ممكن يستعين بالجيل الجديد، اللي هو طبعا كلمه جديد دي كانت تنطبق على فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، محمد عوض، ابو بكر عزت، واللي جم برضه صغيرين شويه زي عادل امام في نفس المرحله، وسعيد صالح والضيف احمد والثلاثي وجورج وسمير. ما فكرش ان هو ممكن يكسر ده ويجيبهم عنده في الفرقه المسرحيه. دي برضه من اخطائه. يعني فهو يعني يمكن كانش عنده الثقافه دي زي اطيل من عمري، لكن ما تبقى من اسماعيل ياسين فنان ممثل وايضا مونولوجيست كتير، وهيفضل عايش لانه كان له اعمال زي ما انت مثلا جبت يا اهل الفن يا عيني علينا من شويه. دي مونولوج في المطلق مش نسبي، بيتكلم في المطلق. صحيح. السعاده من اجمل المونولوجات، وبيتكلم عن السعاده، الناس ايه مفهومك للسعاده؟ الناس الفلوس، الناس تحترمك. فدي الحقيقه برضو دي كانت من ضمن الرحلات الجميله. جبت انت مونولوج شويه لو 20 مليون وزياده، ناس كتير ما تعرفش ان ده المونولوج اللي استقبلت لسبب دي اسماعيل ياسين الثوره، ثوره 23 يوليو. 20 مليون اللي هو عدد سكان مصر سنه 52، عشان كده المونولوج بيقول 20 مليون وزياده. اللي هو فاستقبل حتى الثوره بمونولوج مع بدايتها بعد ايام من قيامها. فاسماعيل ياسين افلامه كانت تعتبر سلاح للوطن، للدولة. ليه؟ لأنه عمل أفلام من أول سنتين في الجيش وانت بقى طالع على الأسطول الحربية وهكذا، كلها كانت بتدعو الناس إن هم يتطوعوا يروحوا القوات المسلحة، وفعلا وده أحد مبادئ الثورة زي ما انت عارف، أبناء جيش قوي. فاسماعيل ياسين لعب هذا الدور. تيالي سلسلة الأفلام اسماعيل ياسين وليلى مراد اللي كانوا الفن الوحيدين اللي عندهم سلاسل أفلام بأسمائهم. ده صحيح. وهو اكتر طبعا، هو ياسين طبعا. مش معناها انا مش بعمل مقارنه بالمناسبه، لا عشان ما حدش انما عايز اقول هو لان اسماعيل ياسين كان بيعمل ممكن في السنه 20 فيلم، فبالتالي لازم يكون اكتر يعني. وهو انا رايي انه دخل موسوعه العالم كله، يعني الموسوعه العالميه جينيس، اظن انه ما فيش فنان عمل هذا الكم في سنه واحده. في الخمسينيات لو رجعنا للتوفيق نكتشف ان في بعض سنوات كان بيعمل 20 فيلم. ده عدد وكان وكان لدرجه انه بيلبس شبشب عشان يقدر يتحرك بسرعه من الاستوديو للاستوديو والكوشن للكوشن. يعني كان مساله يعني مش ممكن الناس تفسر هذا الحب انه صدفه، لا مش صدفه. ده ربنا اداله شيء جميل جواه انك تسعدي عندما نرى اسماعيل ياسين. صحيح. يعني ولما يجمع عليه كل المخرجين وكل المنتجين، لا يعني اكيد في حاجه عند اسماعيل ياسين مع الاسف لا لم يوصف وهو في حياته ولا بيوصف حتى الان. فاسماعيل ياسين بينظر له دايما انه بيقدم الكوميديا المتواضعه، مش كده؟ الضمير الجامعي، يعني انه اهو مضحكات له والضحك ده قليل. لا، وكان هناك دائما رساله. كل الافلام مثلا اللي عملها طبعا اللي عملها عن الجيش بمختلف اسلحته كانت رساله قويه جدا وجابت نتيجه، بدليل
انها فضلت مستمره لغايه دلوقتي مفترض على سنتين في الاسطول. صحيح والله. شعرهم. بشكرك يا استاذ طارق، شكرا جزيلا، الناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي.